شاركت تونس بوفد هام في أيام المؤسسة الرقمية والصالون الإفريقي للمنظمات بأبيجان العاصمة الاقتصادية للكوت ديفوار، دورة كانت فيها تونس هذه المرة ضيفة شرف ما يؤكد رغبة المؤسسات التونسية ومنها الرقمية في فرض نفسها بالسوق الإفريقية. قرابة 30 مؤسسة تونسية ناشطة في قطاع تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي شاركت في فعاليات أيام المؤسسة الرقمية في نسختها الثالثة والدورة الثانية للصالون الإفريقي للمنظومات بالعاصمة الإيفوارية أبيجان، مشاركة وصفت بالهامة والاستثنائية حيث كانت تونس ضيفة شرف. هي مرخاتب مشاركة ثلاثة بلدان، تونس ضيف شرف، كوت ديفوار المنظم والمشاركات الفرنسية. نجم نقول تونس اليوم عندها من الخبرات اللي تأهلها واللي تمكنها باش تتموقع تموقع هام في الكوت ديفوار، ومش كان في الكوت ديفوار، في كل المنطقه جنوب الصحراء. احنا عندنا تجربه سابقه في افريقيا، نخدموا في افريقيا لنا مده طويله، في افريقيا الجنوبيه، في المغرب الشقيق، في مصر وفي غيرهم، فجينا نشاطروا التجربه نتاعنا مع الشركات التونسيه الاخرين ونحاولوا نسقوا معهم باش نخدموا اكثر في افريقيا. مشاركة مهمة للوفد التونسي في أيام المؤسسات الرقمية، وقد تفاجأنا بقدوم 30 مؤسسة تونسية إلى أبيجان، ما يبرهن أهمية النسيج الصناعي التونسي كما أنه يدعم العلاقات التونسية الإيفوارية. وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي نعمان الفهري وصف السوق الإفريقية منها الإيفوارية خلال فعاليات أيام المؤسسات الرقمية وصفها بالواعدة. اللي وعدنا به توا عام اتحقق توا، وعدنا كونه من تقريبا 30 شركة اللي جاوا عامنا واللي جاوا 70 شخص، اللي 10 شركات مشي لسان ستار مشي يتواجدوا هنا وتواجدوا والحمد لله. اليوم جبنا جروب واحد اخر على خاطر نمنو كنا في السوق هذايا سوق واعدة ويلزمنا نقتحموها ونقتحموها بالطريق الصحيح، وهذا يدل على ان العلاقات ما بين البلدين تشهد في هذه المرحلة حركية جديدة تجسمت من خلال تكاثف الزيارات بين الجانبين، وخاصة سجلنا زيارة السيد رئيس الحكومة من 24 إلى 26 أبريل 2016، وشكلت هذه المناسبة فرصة لالتئام الدورة الثامنة للجنة المشتركة التونسية الإيفوارية والتوقيع على عديد الاتفاقيات، 13 اتفاقية. حضور وصف بالمميز للجانب التونسي في السوق الإفريقية للمنظومات بأبيجان، حضور يؤكد مدى تواجد المؤسسة الرقمية التونسية في السوق الإفريقية.